يعني طبعا جميل مشاركة الناس اللي جت والفرق اللي جت، لكن برضو أنا ألاقي إن جمهور ضعيف ومفيش دعاية كفاية، واحنا برضو على قدنا لغايه دلوقتي مش عارفين نعمل دعايه، لان الناس لما تعرف انها ذكرى احمد فؤاد نجم اكيد العدد كان هيكون اكبر من كده بكتير، بس فما زال برضو يعني ذكرى الشيخ امام وذكرى احمد فؤاد نجم في الظل شويه. من اقوى القصائد والله كلهم اقوياء، يعني انا بحب جدا بلدي وحبيبتي وبحب نواره بنتي وبحب قصائد الليل كمان اللي قالها النهارده ميشيل غالي، قصيده رهيبه جدا، يعني دي قصائد يمكن كمان ما اتلحنتش، لكن بيان هام قصيده رائعه، يعني دول القصائد اللي نقدر نقول ما اتلحنوش. في الرساله الثانيه كمان، الرساله الثانيه دي كانت برضو متوجهة لي وكانت قصيدة برضو ما تلحنتش، كانت من أهم القصائد. لا بالعكس، أنا شايفة في يعني كنا لسه بنحضر جائزة أحمد فؤاد نجم اللي عملها الأستاذ نجيب ساويرس وفاز مصطفى إبراهيم، وأنا بشوف إن مصطفى إبراهيم امتداد حقيقي لروح أحمد فؤاد نجم، مش لأحمد فؤاد نجم يعني أسلوب، لكن لروحه ولتوجهاته، وبرضه منحاز للفقراء ومنحاز للشعب البسيط وكده. ففي في بص انا عايزه اقول لك حاجه، هي وزاره الثقافه وفي وزارات مش شايفه شغلها كويس، يعني احنا بعد ثوره 30 يونيو طالبنا الثقافه للجميع، كنا عايزين الثقافه فعلا ان يجي وزير الثقافه يحيي قصور الثقافه في المحافظات وفي ويبتدي النشاط يرجع تاني عشان المسرح والسينما والغناء والموسيقى هو ده اللي بيغذي النفوس، وهو ده انا بطالب وزاره الثقافه، بطالب وزير الثقافه اقول له، وبطالب رئيس الثقافه الجماهيريه حاليا اللي ماسك الثقافه الجماهيريه، نعمل بجديه لو بنحب بلدنا على احياء هذه القصور حتى تصل الثقافه الى الجميع والفنون الجاده تصل للناس في المحافظات. في محافظات دلوقتي ما عادش فيها سينما واحده. بوجه كلامي للدوله، ما اعرفش مين المفروض ان يستعيدوا دور السينما اللي اجروها وتخلوا عنها في فتره مبارك الرهيبه، كان فيها تدمير رهيب للثقافه، لازم يستعيدوا الدور دي عشان يبقى فيه في طنطا دور سينما وفي كفر الزيات زي زمان. يعني ايه اللي جرى؟ هل الناس دي مش من حقها انها تشوف سينما ومسرح وتلفزيون؟ بس لا انا ما بقولش ان الحياه كلها هتبقى ثورات، انا بقول ان احنا عملنا ثورتين علشان نحقق الاهداف بتاعتنا، العداله الاجتماعيه والحريه والاستقلال الوطني ايضا عن التبعيه اللي كانت المبارك كان حاططنا فيها. كل ده انا عندي امل انه بيتحقق وهيتحقق، يعني ده انا وجهه نظري عزه، انا بقول المره دي انا حاسه ان في امل انه هيتحقق لما يبقى في برلمان قوي يختار الوزراء اللي فعلا يقدروا يحققوا ويعملوا بجد على تحقيق مطالب الشعب وحقوقه واعطاء الشعب حقوقه، وانا يعني متفائله بالنسبه للمستقبل، لان ما تصورش نفسي هنزل تاني في ثوره، لكن انا هيفضل صوتي دايما معارض لكل فساد وكل خطأ ولكل ظلم، هيفضل دايما صوتي كده، لأن هو أنا اتولدت كده وهفضل كده وهعيش كده وهموت كده.